سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. أسأل الله تعالى لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة. ورد برضو النهاردة، الفيديو بتاعنا برضو ورد زي التاني، ولكن وردة مختلفة. زي ما وعدنا كل مرة نعمل وردة مختلفة ونشوف بنعملها ازاي، وبكرر الكلام تاني. الورد من الأشياء العشوائية السهلة، مجرد ما تحط بس كتلة قد حجم الوردة كده لون، وتنور عليها في من ناحية واحدة من ناحية الإضاءة، بتظهر معاك الوردة. ممكن تخترع انت أشكال ورد زي ما انت عايز، ممكن تعمل ورد زي اللي احنا بنشوفه في الطبيعة. الورود طبعا مختلفة والزهور مختلفة، ورود بأوراق قليلة، ورود أوراقها كثيرة، ورود بيضاء، ورود صفراء، ورود طويلة شوية، ورود مدورة، يعني ألوان وأشكال سبحان الخلاق العظيم. نوع وشكل في شكل الورود اللي هي من أجمل عناصر الطبيعة. الورود لها سحر خاص وجمال خاص، فلله الحمد الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق لنا هذا الجمال. يعني ما يعني الله عز وجل أعطانا كل شيء، حتى المتعة البصرية من خلال الورود والطيور الجميلة والشلالات والأنهار والزروع، حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. فالله عز وجل يعني سبحان الخلاق، خلق لنا حتى الأشياء اللي بنتسلى بيها زي اللب والسوداني والمكسرات. يعني يعجبني جدا أحد الناس قال رب خلق لخلقه اللب، حتى اللب. يعني اللب ده مش ضرورة، يعني مش رز مثلا ولا عيش ولا غيره، حتى اللب اللي هو التسالي، ومش نوع واحد، ده أنواع. فما ظنكم برب العالمين؟ والله فعلا كلمته أثرت فيه أنا شخصيا، ولفتت نظري لكرم ربنا ودقة ربنا في الكرم في إكرام خلقه جل في علاه. فالورد ده من العناصر سبحان الله اللي خلقها ربنا، وفيها جمال وفيها متعة وفيها هدوء وطاقة إيجابية غير عادية، وأشكال وألوان. وحتى وإحنا بنرسمها الواحد بيحس الإحساس ده بصراحة، تحس إنك فرحان. العين لما بتشوف شيء جميل بينعكس على القلب وبينعكس على الداخل والنفسية، وبتكون هناك طاقة إيجابية. فلله الحمد في الأولى والآخرة، نبوء لك يا ربنا بنعمك، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا. النهاردة فازت ورد هنعملها مع بعض، مربعة طويلة كده غير التانية، أشكال محطوطة في ناحية من البيت أهو. ادينا ظلال وادينا أضواء. الظلال اللي على الفازة نفسها، الحواسة اللي احنا شايفينها دي، وكأن الفازة متعاصة مننا، لا، دي هتكون زي ظلال كده الآخر، ظلال الأوراق اللي فوق. فالإضاءة جاية، لو تلاحظ الإضاءة من فوق مباشرة من فوق الفازة، ولكن ايه، مايلة شوية ناحية اليمين. فالظلال النهاردة هتبقى على الشمال، ناحية اليمين منورة خالص ازاي، ولكن هنحط برضو عليها ظلال خفيفة كده، هتبدو بشكل رائع مع الوردة. حتى الجدارية اللي على يمينك دي عامل عليها ظلالة هي مبدئية، دي ظلال الأوراق اللي لسه هنعملها. وبدأنا بالفعل نعمل الأوراق اهو، شوف باللون الزيتي، ونملأ وبنطلع ألسنة نزل تحت، وألسنة راحة على اللي فوق، وألسنة على الجنب ده، وألسنة على الجنب ده، ألسنة الأوراق
اللي هيبقى فيها ورود صغيرة كده، ورود بيضاء، كل الورود هتكون بيضاء واخدة فيها الخضرة الخفيفة كده، ولكن احنا بندي الظلال، ظلال الأوراق نفسها المحيطة باللون الغامق، ونبدأ ننور على الظلال دي أهي حتة بحتة كده. طبعا الفروع الرفيعة دي اتعملت، وأنا بالفعل برضو نسيت الكاميرا تاني، ولكن الفروع دي عادية يعني، مش هي الفنيات اللي ممكن نخسرها يعني، كأنها فروع زي فروع الأشجار اللي احنا كنا عاملينها قبل كده بالراحة بالفرشة، بسن الفرشة الصغيرة الرفيعة وبنعمل الفروع دي، ولكن الأوراق اللي عليها دي هي المهمة. شفت الأوراق يعني لما بتتحط على اللون الغامق اللي أنا حطيته الأول، بنت أعماق إزاي وبنت أوراق، كل الأوراق هتتعمل بالشكل ده. والآخر خالص هنفتح لون أخضر، أفتح درجة أفتح من دي، وهندي الأطراف والأوراق المرتفعة علشان يحصل تباين أكتر وأكتر. زي ما قلنا احنا حطينا كتل الورد اهو، لسه ما عملناش اي ملامح، كتل بيضة عادية خالص. وايه حطينا مبدئيا، ولكن مش ابيض خالص، ابيض معكر كده، علشان لما نيجي ندي بالابيض الفاتح خالص الاضواء تبان معانا باذن الله تبارك وتعالى. وانا بعتذر والله، هو الكاميرا كنت نسيتها مقفولة على الحبة اللي فاتوا دول، ولكن هم مش بالأهمية يعني الكبيرة. ورود بيضة خفيفة كده طالعة من فروع الفروع الخضراء اللي أنا عملتها، شفت بتتعامل إزاي، وكل الورود بالشكل ده يعني، كل الورود هتكون واخدة اللون الأبيض، يعني اللون الأبيض اللي فيه صفر خفيف وفيه خضار خفيف. ما حطناش هنا ورود حمراء ولا زرقاء ولا بنفسجي ولا أي ألوان تانية خالص. وإن شاء الله في أيام قادمة زي ما بنقول دايما نجيب نوع تاني وشكل تاني من الورود، ونشوف بنعمله ازاي. بنعمل اساس الورود اللي هي الطويلة دي، هيكون لها فتحة من فوق زي وردة العليك كده، بيبقى لها كاسة وفتحة من فوق، تشبه برضو وردة اللوتس بكاسة كده، ولكن كلها ورود فاتحة، يعني احنا بنعمل فاتح على فاتح. حتى الأضواء، حتى الظلال تعتبر على الفاتح، مش حاطين ظلال غامقة. كان ممكن الجلب نعمله ظل غامق شوية فهيبان معانا. أنا وأنا بعمل الجلب هجرب لكم الكاميرا جدا بلون غامق، ولكن غامق بدرجة ضعيفة جدا، يعتبر فاتح برضه. شفت حتى الغامق اللي احنا بنحطه غامق بخضار خفيف كده، الوردة كلها فاتحة يعني، فاتح في فاتح. الوردة لما تكون فاتح في فاتح بيكون فيها التباين مش قوي، ولكن لها طعمها ولها جمالها برضه. مجموعة ورد، وتحت برضو وردة تانية بشكل تاني، يعني فيها أوراق رفيعة وكتيرة ولكن فاتحة برضو. بندي ألوان مبدئية، وعند الملامح المهمة هقترب معاكم بالكاميرا ونشوف بنحطها ازاي. حتى الجلب فاتح ازاي، ورود فاتحة بيضاء
بتاخد أضواءها وظلالها أيضا باللون الفاتح. تلاحظ إن احنا ما حطناش أي ألوان شاذة في الفازة بتاعتنا النهاردة، كل الورود واخدة تقريبا لون واحد. بنظلل الورود اللي احنا حطيناها دي من تحت، ولكن تظل زي ما قلنا فاتح برضو، الظل فاتح برضو علشان نيجي بعد كده ندي يعني ايه الاوراق بسن الفرشة كده اوراق رفيعة وكثيرة. ولكن كله بالفاتح. بتحرتف الوردة بتاعتك حتى لو طلعت، لو وسعت منك يمين ولا شمال، بتحرتفها باللون الزيتي الغامق تاني زي ما شفنا كده مع بعض. وادي وردة لسه صغيرة مع المجموعة اللي فوق دي، شفت باللون الغامق خفيف خالص بدل القلب. كان ممكن ادي اللون ده غامق شوية فكان هيديك تباين، ولكن الوردة اصلا فاتحة كده. وادي الاوراق الرفيعة بدأنا نعمل تباين اهو في كل وردة، وردة مدورة ولكن اوراقها كثيرة جدا ورفيعة، فاتح في فاتح. وحتى الجانبية دي واللي هناك اي لمسات بتظهر وردة زي ما احنا شايفين. والورود تقريبا انتهت. هنعمل شوية ظلال تحت كده. طبعا الاوراق اللي تحت دي لها ظلال، هنعملها بشكل رائع دلوقتي هتشوفوها، ظلال على الفازة نفسها، الفازة المربعة اللي تحت دي. ظل برضو زودنا الظل هنا شوية زي ما قلنا ظلال فتحة، وأدى الظلال تحت ظلال الأوراق علشان باللمسات دي نكون يعني وصلنا لنهاية رحلتنا. يا رب نكون استمتعنا واستفدنا في هذه الدقائق. وبفكركم في الختام، اللي ما وضعش إعجاب يحط لنا إعجاب دعما لنا كي يستمر الخير على أيديكم. وعلى أمل لقاء بكم ورحلة جديدة وأجواء جديدة ومعلومات جديدة وعناصر جديدة من عناصر الطبيعة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.